ما معنى الشهادتين؟ ست شهادة مقيتر ستة بي محنر. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. شهادة أن لا إله إلا الله أبقيجر زمي ألحشهم فجاء وخوا بشطنو زرخهم فاشر. أكفر بجميع ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. أبقيجر زمي وخم بشطنر أبو تيتنر ز ألحزاق ورا وخوا بشطنو زخوا فاشر أر ويقوم خشنر. لا إله إلا الله بناء سقف. لا. هذا السقف البناء يقوم على عمودين على ركنين. لا إله إلا على قاعدتين. نعم. لا إله إلا الله ونم هدو جب أغنو أونر أوناشحر فندامنتم تيتش أرطو مخ. الأول بأن تكفر بجميع ما يعبد من دون الله. يابو بصوري اللحم شنمجا عبادة زرخم فاشر أر كفر بجنو. الثاني أن تثبت العبادة لله وحده لا شريك له. يطوانر ألحشهم عبادة زرخ وفاشا أزرا زرخ وفاشا أر جزمم ودوخ بغشنور. ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد بشر عليه الصلاة والسلام. أو دق أبسج دعاء محمد صلى الله عليه وسلم على حشكم زري بغمبار زري ثق يثقور. وهو رسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب. على حشكم قيغقى رسوله بتصو زريجي مأو.